بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو، وكل سنة طيبين طبعا. شهر رمضان، ويعني بكرة بإذن الله واحد من أعظم الأيام. كل طبعا أيام شهر رمضان مهمة وعظيمة جدا جدا، لكن بالنسبة لنا يعني كمصريين وكعرب، غدا العاشر من رمضان واحد من أهم الأيام اللي شهدت أهم حرب في تاريخ مصر، أو واحد من أهم الحروب في تاريخ مصر والوطن العربي، هي نصر أكتوبر العظيم اللي طبعا تزامن مع العاشر من رمضان سنة 73. فغدا بتحتفل طبعا مصر وتحتفل الوطن العربي بشكل عام على واحد من أهم وأعظم الحروب في التاريخ. فربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر وأهلها وشعبها وقيادتها، وبإذن الله نمر بأي أزمة بتواجهنا بسلام وبأمان دايما بإذن الله. النهاردة عندنا أخبار وعندنا كواليس، فخلينا نشوف عندنا إيه ونرجع نكمل مع بعض. الأسبوع اللي فات كان معايا الأستاذ عبد القادر إبراهيم الكاتب الصحفي الكبير، خلينا نشوف قال إيه ونرجع نكمل مع بعض. الإجابة بتاعت نادي الزمالك كلمة، معلش ممكن تتضايق مني أو للسادة المشاهدين، مش بحب أتكلم كتير. لا الصبر. نادي الزمالك لو تعجل اتخاذ القرارات في كل الألعاب مش هيعمل حاجة. لازم مجلس إدارة نادي الزمالك يبقى عنده ثبات انفعالي أكتر من كده، وهم ناس كلهم عندهم خبرات وعندهم فكر. وأنا أعتقد أن لو عدت الانتخابات تانية كابتن إسلام مش هتقدر تجيب مجلس زي ده. كل واحد في مجاله نجح وعنده خبرات وعنده فكر، دي حقيقة، بس محتاجين صبر. أما النادي الأهلي خسر في كرة السلة من الزمالك، وكابتن خطيب ليه ما جابش الفرقة وهد الدنيا في مدير نشاط رياضي، تعالى ايه الدنيا، انت ليه في ايه الظروف اللي خليتك تخسر، خسرت مباراه. في سيستم وفي هدوء، وكابتن حسين لبيب من الناس الهاديه جدا جدا وبيشتغل بالورقه والقلم وعنده فكر ما شاء الله يعني. فانا بقول خساره بجد، خساره يعني. لازم في تعقل يعني، لغه العقل تتغلب على لغه القلب. انت جبت جوميز هتمشيه، هتدفع له العقد بتاعه او غرامه، صح؟ صح. او هتكمل باقي عقده، هتتراضى، هتخش معاه بالتراضي يعني، سيب كذا وانا. طب ليه؟ ما تصبر وخلي الراجل يبقى عينه على قطاعات الناشئين عندك، بدل ما تشتري بالدولارات طلع لعيبه من عندك. هو ده مستقبل الزمالك. كده كده كولر موجود لنهايه عقده، بس أنا شايف إن فوزه على النادي الزمالك في حالة الأهلي اللي ما كانش فيه في مستوى يؤهله إنه يكسب الزمالك كالمباريات السابقة، أنقذه من المساءلة. يعني فوز الأهلي على الزمالك أنقذ كولر من المساءلة أو من الضغط العصبي عليه. هو خد بطولة، ودي البطولة السابعة في تاريخه. 48 ساعة بتفصلنا عن أول مواجهة للمنتخب الوطني في عهد حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. حسام حسن منذ أن تولى المسؤولية والأخبار كثيرة وحالة الجدل أكثر، ما بين مؤيد لقراراته واختياراته وما بين معارض وبشدة
لأزمته تحديدا مع محمد صلاح النجم العالمي نجم ليفربول الإنجليزي. في الأزمة دي، أزمة حسام وصلاح أو أزمة العميد والملك، الأزمة دي ستنتهي قبل معسكر يونيو المقبل اللي هيتواجد فيه محمد صلاح واللي أخطر فيه المسؤولين في اتحاد الكرة بتواجده في معسكر مباراتي بوركينا فاسو وغينيا استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026. لكن قبل المعسكر ده هيحصل جلسة ما بين حسام حسن ومحمد صلاح في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإنهاء الخلافات اللي ما بينهم في الفترة الأخيرة، ردا على أو في أعقاب طبعا تصريحات حسام حسن قبل توليه مسؤولية المنتخب الوطني اللي كان بيهاجم فيها محمد صلاح واللي انتقد طبعا سفره لإنجلترا أثناء بطولة أمم إفريقيا. وبالتالي هيكون خلال الفترة المقبلة جلسة ما بين حسام حسن ومحمد صلاح لإنهاء الأزمة المثارة بينهم. كمان كان في تحفظ من محمد صلاح على تصريحات إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني اللي قال فيها إن حسام حسن هيطور من أداء محمد صلاح خلال الفترة المقبلة. قد يكون التصريح طبيعي وقد يكون التصريح عادي جدا من جانب مدير المنتخب الوطني بيشيد فيها بقدرات وإمكانيات حسام حسن مع المنتخب ورغبته في تطوير أداء محمد صلاح، بس أنت في النهاية بتتكلم على واحد من أهم ثلاث أو أربع لاعبين في العالم، وده اللي خلى يكون في تحفظ من محمد صلاح على التصريح ده تحديدا. خلي بالك احنا بنرجع لنقطة الصفر من جديد. ايه هي نقطة الصفر من جديد؟ الناس لو تفتكر معايا في 2017 بعد ما تأهلنا الى مونديال 2018 وكان اتحاد الكرة وقتها لا يجيد التعامل مع النجم العالمي محمد صلاح ووضع صورته على الطائرة اللي خصصت للمنتخب الوطني واللي اصطحبت المنتخب الوطني لروسيا طبعا أداء مباريات مونديال 2018 اللي حققنا فيها صفر كبير. وطبعا كل الناس أو البعض من المعارضين كانت بتنسب الصفر ده، يقول لك ان محمد صلاح ما عملناش حاجه، وعلى فكره بدا يتداول من بعض من داخل المنتخب الوطني كلام من هذه النوعيه، ان عمل لنا ايه محمد صلاح في المنتخب، لا ما عملناش حاجه، لا ده يعني التأثير بتاعه ما كانش إيجابي. أنا بقول لك إن زي ما حسام حسن وصلنا لكأس العالم في مونديال 90 وكان سببا رئيسيا في تأهل مصر إلى كأس العالم بهدفه الشهير في مرمى الجزائر، الناس اللي بتروج إلى إن محمد صلاح ما عملش للمنتخب حاجة خلال فترة مسيرته، زي ما حسام حسن وصل مصر لكأس العالم في مونديال 90 كان أيضا وهو اللي سجل الهدف الشهير طبعا في مرمى الجزائر، محمد صلاح أيضا هو اللي وصل مصر لكأس العالم في 2018 بهدفه طبعا وضربة الجزاء اللي تصدى ليها في الدقيقة الأخيرة اللي طبعا أدت إلى تأهلنا إلى مونديال روسيا. إحنا مش بصدد طبعا مقارنات، لكن أنا بتكلم في إن الناس وصلنا لمرحلة إن إحنا بيكون في انحياز شديد لطرف على حساب الآخر، وللأسف إن المصدر هنا ممكن يبقى أنت ضده لمجرد
لمجرد ان انت قلت رأيك او ان انت قلت معلومة لا تتماشى ولا تتناسب مع التوجه اللي هو عايز يمشي فيه في الفترة المقبلة. لكن خلينا نتكلم على ان المباراة اللي جاية تترقبها ليس جماهير الكرة المصرية لكن جماهير الكرة العربية، تنتظر المنتخب الوطني المصري تحديدا في عهد حسام حسن المدير الفني. وبالتالي كل الكلام والجدل المثار خلال الساعات أو خلال فترة تولي المسؤولية حسام حسن، في النهاية النتائج هي اللي بترجم قدرات أي مدير فني وأي مدرب وبتحسم مسيرته خلال المرحلة المقبلة مع أي فريق، سواء بيدرب منتخبات أو بيدرب أندية مهما كانت شعبيته. لكن خليني أقول لك كمان عشان معايا تليفون مهم جدا، إن التشكيل الأقرب للمنتخب الوطني اللي ممكن يخوض بمباراة نيوزيلندا، التشكيل هيضم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي، بالإضافة أنه لسه لغاية دلوقتي ما استقرش على أنه هيدفع بمحمد شكري ولا محمد حمدي. محمد حمدي مش هيشارك في مباراة بوركينا فاسو للإيقاف بعد طرده طبعا في مباراة الكونغو في أمم إفريقيا. ثلاث لاعبين هيكونوا في نص الملعب، هيكون إمام عاشور ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة، على اليمين هيكون عمر مرموش وتريزيجيه، وقدام هيكون رأس الحربة هو مصطفى محمد. ده يمكن هيكون الشكل اللي هيبدأ بيه حسام حسن، ده الشكل الأقرب. في الفترة اللي فاتت كمان كان في اعتماد في التدريبات على محمد الشامي في مركز رأس الحربة لغاية لما طبعا وصل مصطفى محمد وتواجد في التدريبات. في نفس الوقت قعد حسام حسن المدير الفني في جلسة خاصة مع اللاعبين المحترفين في المنضمين في المعسكر الحالي، وأكد لهم إن هو مش ضد أي لاعب محترف ومش ضد إن هو يكون يستعين بأي لاعب يستفيد منه المنتخب، لكن في نفس الوقت مش عايز إن هو يكون في عدم رغبة من أي لاعب إنه ما ينضمش للمنتخب. عموما إحنا مترقبين زي ما بقولك الجميع من خبراء ونقاد وجماهير، وجماهير عربية وليست جماهير مصر، لأن في النهاية قيمة حسام حسن قيمة كبيرة جدا وله تاريخ كبير جدا كلاعب، وفي نفس الوقت ما حققش بطولة مع كل الفرق اللي قادها، لكن في نفس الوقت عمل تطور كبير في بعض الفرق في فترة من الفترات. يعني ما تقدرش تنسى فترة حسام حسن مع نادي الزمالك اللي كان فيها في المركز ال 12 أو ال 13، وقدر حسام حسن في دور واحد إنه طبعا يطور من أداء فريق نادي الزمالك في التوقيت دوت، وحصد بالمركز الثاني ولم يهزم في التوقيت ده. نفس الأمر مع منتخب الأردن، حقق برضو طفرة كبيرة وخسر من أورجواي 5 في المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال، لكن برضو وللأمانة كل خبراء اللي في الأردن نسبوا إلى حسام حسن ومن قبله طبعا الراحل محمود الجهري التطور اللي وصل إليه منتخب الأردن في كأس آسيا الأخيرة إلى الفترتين، سواء طبعا الكابتن محمود الجهري أو حسام حسن المدير الفني الأسبق للمنتخب الأردني والمنتخب الوطني. خلينا ناخد بقى الكابتن شريف الخشاب نجم مصر ونجم طبعا غزل المحلة الأسبق والمدير الفني الشهير. كابتن شريف برحب بيك. أهلا بيك يا إسلام، كل سنة وأنت طيب وكل السادة المشاهدين طيبين وبخير يا رب.
كابتن شريف، يعني مباراة نيوزيلندا هيكون ليها دور في تهدئة الأوضاع داخل المنتخب الوطني المشتعلة وحالة الجدل الكبيرة من ساعة ما تولى حسام حسن المسؤولية؟ أكيد هيكون ليها دور كبير جدا، بس خليني قبل ما أقول إيه المهم في المباراة أقول إن أنا بستغرب من حالة الجدل الكبيرة اللي موجودة، وخصوصا إن بيتولى المهمة واحد من أبناء البلد اللي هو ماسكها، يعني واحد وطني، وبالتالي إحنا بنساند أي حد يمسك مدير فني المنتخب أجنبي، فمن باب أولى لما يكون وطني وهو جات له الفرصة فيجب على كل من يهاجم إن يهدى شوية كده ونساند الراجل ونقف معاه، وبعدين النتائج هي اللي هتتكلم بعد كده. المباراة اللي جاية ايه مهمتها؟ مهمتها ان الناس كلها هتتفرج على حسام حسن في حاجات بعيدة عن خيال اي حد. اتفرج على الثبات الانفعالي عند حسام حسن، لانه كان بيتم انتقاده في الحتة دي، وخصوصا هو واقف على الخط وبيوجه، تعامله مع اللعيبة هيكون عامل ازاي، اسلوب ادارته للمباراة، التشكيلة اللي بادئ بيها، واعتقد ان يعني انت قلت التشكيل اعتقد انه مفيش خلاف كبير عليه، بس باستثناء يعني كالرأي الشخصي ان محمد حمدي هيكون موجود في الماتش الجاي، كان يجب ان يكون فتوح موجود، ولكن قد يكون هو عنده وجهه نظر ثانيه وهو ادرى بيها. بس يعني هل كابتن شريف يعني مستوى فتوح يؤهله للانضمام للمنتخب في التوقيت الحالي؟ هقول لك ليه. بس فتوح لما كان بره المستوى وبره اللعب وما بيلعبش وموقوف وعنده مشاكل، ضمناه الماتش البطوله اللي فاتت في كاس الامم الافريقيه، وتم الاستعانه بيه وهو مش جاهز وبدا يلعب وبدا يخش الفورمه. بس كان سيء يا كابتن شريف. ايوه ما ظهرش بالشكل يعني اللي يعني هو لا يعني محمد حمدي للامانه كان عامل بطوله، او عموما يعني كان افضل في الفتره اللي فاتت. هو طبعا عشان موقوف مش هيلعب ماتش بوركينا. اللي انت بتتكلم عليه محدش مختلف عليه، هو فعلا افضل وهو فعلا ظهر بصوره افضل، انما هو موقوف. فانا بقول بقى ان من باب اولى كان لازم يكون موجود في حاله ايقاف محمد حمدي فتوح، وخصوصا ان شكري لسه خبراته لسه قليله، وصعب جدا انك تبدا في مباراه مهمه زي دي. واخد بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، انما انا مش معترض على التشكيل ولا حاجة، انا بقول يعني اذا كان في بعض الانتقادات في الحاجات دي، انما هتلاقي في تبريد اكيد عند حسام حسن ليه خد ده وليه ما خدش ده، وهو ادرى وهو اللي عمل المعسكر وهو اللي متابع، وبالتالي يعني بنديله الحرية في اختياراته، الحرية في تشكيله، الحرية في كل حاجة، وهيتم مراقبة حاجات، لان هو تم انتقاد حسام ايه؟ نرفز، حسام مش عارف ايه، حسام بيعمل مشاكل، حسام. فهيبقى اللي بيتفرج على الماتش اللي جاي دوت مش بيتفرج على النتيجه قبل ما بيتفرج على اداره حسام للمباراه، واقف على الخط بيتعامل ازاي مع اللعيبه، عنده ثبات انفعالي في التعامل مع الحكام ومع الفريق المنافس، بيتعامل مع الجهاز بتاعه ازاي، تغييرات وتدخلات الفنيه في المباراه هتكون ازاي، اخر حاجه هنبص عليها شكل واداء اللعيبه، وبعد ده كله هل هو شخصيته، ودي اهم ميزات حسام حسن، تم فرضها على نجوم المنتخب ومسيطر سيطره كامله على كل من في الملعب، هو ده اللي هندم اللي الناس عايزه تشوفه في المباراه اللي جايه قبل النتائج. مهم جدا، وخصوصا انه حسام له كاريزما، يعني حسام ما مسكش المنتخب كده من فراغ. حسام مسك المنتخب لان عنده كاريزما، وزي ما انت قلت عمل نتائج مع الزمالك، عمل نتائج، انا كنت في الاردن على فكره وماسك نادي البقا الاردني، كنت بنافس ساعتها على الدوري الاردني، وحسام حسن كان هو مدير فني المنتخب الاردني، مش عايز اقول لك عمل نتائج مبهره، غير شكله غير في شكله واداء المنتخب الاردني، بقى في كره هجوميه بتتلعب، بقى في حماس جوه الملعب، كان في فتور في اداء المنتخب قبل كده، لما مسك حسام بقى في حماس واداء ورجوله جوه الملعب وحماس، وعمل نتائج. صحيح الماتش زي ما انت قلت خسر، انما الماتش الثاني عمل نتيجه مباراه وتعادل معاهم هناك ملعبهم. طيب كابتن شريف، انا عاوز من حضرتك دايما، وده بيضايق حسام حسن على فكره اللي انا هقوله لحضرتك ده، ان دايما ايه يقترن اسم حسام حسن
بالحماس فقط، ان حسام حسن مدرب حماسي، ان حسام حسن لا لا مش مظبوط بي... آه. فانا عايز من حضرتك، وعلى فكره ده هو بنفسه رد على زميلنا كان يعني في اون سبورت في المؤتمر الصحفي الاول لما قال له الحماس وطبعا واعاده التحفيز اللاعبين، قال له لا وفكر كمان. أكيد طبعا. فبالتالي إيه مميزات حسام حسن كمدير فني الفنية وعيوبه في نفس الوقت الفنية؟ خد بالك، هي الناس بتختزل كل إمكانيات حسام حسن في الروح والحماس اللي موجودة عنده، وده مش مظبوط بالمرة. ليه؟ لأن حسام حسن من صفاته الشخصية انه ما بيحبش يخسر، فبيبان الكلام ده على وشه وعلى أدائه وهو واقف على الخط في المباراة، وبالتالي الناس تقول لك شوف على الحماس وفي لحة. ده هو من ضمن مميزاته، ودي مهمة جدا، شخصيته قوية وانه بيقدر يبث ويفرض سيطرته على اللعيبة ويدي حماس للعيبة جوه الملعب. انما هل ده يقلل من امكانياته الفنية؟ ما اعتقدش، لان هو بيعرف يختار اللعيب بشكل كويس، بيعرف يعمل تركيبة التيم بشكل كويس، بيقدر يتدخل ويعمل تغييراته بشكل كويس. ولما انا قلت لك قبل ما اقول لك ان الفريق الاردني ظهر عليه الحماس، قلت لك ان الفرقه بقت بتلعب كره هجوميه، معنى ذلك ان هو غير وطور من الاداء الفني للمنتخب الاردني، وبقى له اداء هجومي بعد ما كان اكثر المتفائلين للمنتخب الاردني انه كان بيؤدي اداء متوسط وغالبا بيكون دفاعيا لانه كان بيخشى المنتخبات الاخرى. انما مع حسام حسن، طيب كابتن شريف، يعني في فتره من الفترات كان تولى طبعا الجنرال الكابتن محمود الجوهري، واحد من افضل المدربين في تاريخ مصر وافريقيا، تدريب المنتخب الوطني، وفي كل مره كان بيترك بصمه كبيره. لكن ظلت أزمته مع النادي الأهلي الشهيرة جدا، ورحيله عن النادي الأهلي وخلافه الشهير وقتها مع النادي الأهلي، ظل مستمر مع الكابتن محمود الجوهري. هل حسام حسن هيتكرر معاه نفس سيناريو الجوهري في الأزمة دي، ولا بعد ما ضم 10 لعيبة من الأهلي ده ممكن خفف من حدة التوتر اللي كان موجود قبل كده ما بين حسام وبعض الأفراد أو الشخصيات داخل النادي الأهلي؟ دي بترجع للشخصيات اللي موجودة داخل النادي الأهلي، لأن هو من يعني النادي الأهلي دايماً بيرفع شعار المبادئ والالتزام والكلام ده كله، فهو لما بياخد قرار ما بيحبش يرجع فيه عشان ما يتقالش انه اخل بالمبادئ. وانا مش بتفق في النقطه دي. ليه؟ لان كلنا بنغلط وكلنا بنمر بظروف كتير، وفي مواقف بتخليك يا اسلام تغلط وانت غصب عنك، ولما بتيجي تراجع نفسك تقول ايه، لا لو كان مر عليا الموقف ده تاني كنت عملت كذا وكذا وكذا. هل في انسان معصوم من الخطا؟ لا ما فيش. فانا بشوف يعني النادي الاهلي ما كهربا مشى من النادي الاهلي ورجع النادي الاهلي. اسلام ايوه، بس هو حسام حسن كان اكد اكتر من مره في تصريحات سابقه لي، وانا كمان كنت عملت حوارات كتيره معاه، ان هو مش هو اللي مشي من النادي الاهلي بمزاجه. مظبوط. فبالتالي هل هو يعامل معامله لمدير الكره ومجلس الاداره ولجنه الكره في النادي الاهلي هي اللي كان لها دخل في الموضوع. انما هو المشكله يعني ممكن حسام بعد ما مشى من النادي الاهلي كان في بعض التصريحات اللي اثارت غضب اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وخلاهم ياخدوا الموقف ده. انما انا برضو بقول ايا كان الموقف الزمن بيداوي والوقت بيداوي. وبعدين دلوقتي انت بتتكلم مش عن حسام حسن، احد افراد او لاعبي النادي الاهلي السابق او الزمالك السابق او منتخب مصر السابق، لا ده هو المدير الفني المنتخب. يعني المفروض كلنا بنسنده واولنا النادي الاهلي. واعتقد ان بيبقى في نسبه تسامح، ويا ريت زي ما النادي الاهلي راح قعد مع الزمالك، ايه المشكله ان احنا نجيب اولادنا كلنا كنادي اهلي، يعني نجيب اولاده كلهم اللي زعلان واللي بتاع والامور تبقى خلاص. انما مش عايز حته ان انا بعلق المشنقه لاي حد يغلط. ما هو ماشي
لو استمر على غلطه ده موضوع تاني، انما لما الغلط عدى وكان موقف وانتهينا يبقى المفروض يبقى فيه تسامح. اعتقد يعني ان بعد ما تولى حسام. طيب كابتن شريف، لو حضرتك موجود ماسك المنتخب دلوقتي والنادي الاهلي عنده مباراه امام سيمبا التنزاني يوم 29 باذن الله، يعني يقدر النادي الاهلي يتخطاها، وفي نفس الوقت انت حضرتك عندك اجنده دوليه فبالتالي هتخوض كمان المباراه يوم 26 باذن الله، طبعا يوم الجمعه المنتخب يكسب ويواجه بقى ايا كان كرواتيا او تونس في نهائي البطوله الوديه، فانت حضرتك تعمل ايه؟ هي هتكون يوم 26، هل هتوافق بان هم هيشاركوا مباراه نيوزيلندا بس وبالتالي العشر لاعبين هيرجعوا مره ثانيه للنادي الاهلي دفعه واحده ولا ايه؟ لا طبعا، يعني عايز اقول ان انا المفروض ان انا عامل المعسكر دوت ومعلن عنه من بدري قوي ومعروف الغرض من المعسكر ايه، واذا كنت انا عامل المعسكر ده عشان اسيب اللعيبه يبقى ما كانش له لازمه اصلا المعسكر دي نمره واحد. الاهم من كده ان انا عايز اتحاد الكوره والانديه كلها في مصر تعرف حاجه مهمه جدا، وهي ان المنتخب الانديه وسيله للمنتخب مش العكس، مش اللي المنتخب هو اللي وسيله للانديه، بمعنى انه كلنا بنشتغل للمنتخب والمنتخب رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، بعد كده يجي رقم أربعة وخمسة وستة المصالح الأخرى. فإذا كنا كلنا عاملين بطولة دولية وبطولة كبيرة وداخل فيها صراحة هي ودية، إنما يعني لازم يكون في جلسة ما بين حسام حسن والجهاز الفني بتاعه مع المسؤولين الفنيين في النادي الأهلي ويتم التوافق على ما هو إمكانية ان حسام حسن ممكن يستغنى عن اللعيب الفلاني عشان عنده بديل يجربه في الحته ديت فيروح، انما ان انا هلا بلا كده اقول العشره يمشوا وهد المنتخب ما اعتقدش ان ده من المنطق ابدا، ولازم يكون في تفهم عند حسام وكذلك تفهم عند الاداره الفنيه للنادي الاهلي بحيث ان العمليه تتوصل، لان برضه كان المفروض لما نيجي نعمل المفروض ان انا وانت وكل العالم عارف الاجنده الدوليه ميعادها ايه وعارف الماتشات الافريقيه ميعادها ايه، فيبقى في تنسيق عشان ما يحصلش تضارب. ما تنساش ان حصلت كده موقف كان صعب جدا لما ساب كروش لعيبه الاهلي واتغلبنا ثلاثه من تونس وكان الشكل مش حلو خالص وده كان ماتش ودي. فالعمليه ما بتمشيش كده، العمليه لازم يكون في توافق واتفاق، بمعنى ان انا عندي مثلا سين وصاد بيلعبوا مساكين في النادي الاهلي ممكن استغنى عن سين، انما صاد ممكن يلعب عندي والنادي الاهلي عنده جيم يلعب مطرحه. طب في مركز ثاني انا محتاجه مش محتاجه ممكن اسيبه خالص، في مركز ثالث انا عندي ما عنديش غيره ولازم عايزه وهكذا، بس مش الكلام ده هيتم وحسام لوحده وكولر لوحده، لازم يكون الجهازين قاعدين مع بعض ويتم التنسيق بحيث ان ما يطلعليش حد بعد الماتش سيمبا يقول السبب المنتخب، ولا يطلع لي حد بعد ماتش سيمبا يقول بعد ماتش نيوزيلندا يقول انا عشان الاهلي، ولا الماتش اللي بعده اذا كان كرواتيا ولا تونس يقول عشان الاهلي خد لعيبته، فيبقى مش عايز شم عاد. نقعد مع بعض ونتفق ونشوف المصلحه العليا ايه للمنتخب والمصلحه العليا ايه للنادي الاهلي ويتم التنسيق، انما في كل الاحوال رقم واحد واثنين وثلاثه هو منتخب مصر. النجم الكابتن شريف الخشاب بشكرك طبعا، الكلام مهم جدا فيما يخص طبعا المنتخب الوطني و استعداده لاول مواجهه مع حسام حسن امام نيوزيلندا في بطوله البطولة الودية كأس العاصمة الإدارية اللي هتقام، ولأول مرة كمان على استاد مصر هيستضيف المباراة الأولى للمنتخب الوطني أمام نيوزيلندا. خلي بالك النتائج هي اللي هتفرق مع حسام حسن خلال الفترة المقبلة، وفي نفس الوقت عودة محمد صلاح خلال
المعسكر المقبل اللي هيكون بعد الجلسة اللي هتتم ما بين حسام حسن وفي حضور طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، دي اللي هتتم خلال الفترة المقبلة. لكن امبارح برضو قبل ما اطلع فاصل عشان نقفل بقى المنتخب، تواجد وظهر بعد فترة غياب شخص كان بعيدا عن الأحداث أو بعيدا عن الأضواء في السنوات الماضية، تواجد في مران المنتخب الوطني وصورته طبعا أثارت تساؤلات عديدة جدا جدا، لأن في النهاية هو واحد من الشخصيات اللي بتتولى منصب كبير جدا في الاتحاد الدولي، هو المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، اللي لأول مرة منذ رحيله عن اتحاد الكرة في بعد الخسارة طبعا في بطولة أمم إفريقيا في 2019 يظهر في تدريبات المنتخب ويظهر بشكل طبعا كبير جدا، سواء مع اللي كانوا حاضرين في التمرين أو اللي كانوا حاضرين أو مع اللاعبين أو مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وخلال الفترات اللي فاتت كان هاني أبو ريدة ليه دور كبير جدا في إعادة أو في تواجد بطولات بدأت تنظمها مصر. أدي هاني أبو ريدة، دي صورة طبعا مع طبعا الأستاذ جمال علام ومع أحمد مجاهد طبعا رئيس اللجنة المؤقتة السابق، وفي حضور طبعا وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة والدكتور أشرف صبحي وحسام إبراهيم حسن، ومعهم دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. يعني الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، خليها موجودة أستاذ ماجد، تمهيدا لخوض هاني أبو ريدة انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، ومعه أحمد مجاهد نائبا، ولسه القايمة هقولها لكم خلال الفترات المقبلة لما يستقروا عليها. لكن هاني أبو ريدة عودته مرة تانية للمشهد وبقوة، ده بيقترب من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب الرئيس. فخلينا نشوف بقى ايه اللي هيتم. لكن انا بقول لك هاني أبو ريدة هو اللي دخل كمان البطولة الحالية ضمن الأجندة الدولية اللي هتقام طبعا في العاصمة الإدارية، إلى جانب طبعا هو من أحد صناع القرار وبقوة في الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال طبعا السنوات الماضية. فتواجد هاني أبو ريدة، الناس اللي قعدت يعني تقول تساؤلات كتيرة جدا، هاني أبو ريدة موجود ليه؟ هاني أبو ريدة السبب ان كان موجود؟ فانا بقول لك هاني أبو ريدة بيقترب من الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة. هل ده بقى ليه علاقة بأسئلة تانية؟ بلاش بقى نسألها دلوقتي، لان في أسئلة حتى هتظهر خلال الفترة المقبلة، لكن عموما هنتابعها. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع بعض. بطولة مهمة جدا ان احنا وافقت عليها، زي ما قلت لحضراتكم في المؤتمر الصحفي اللي فات اصريت ان احنا نلعب البطولة دي لأهميتها لحاجات كتير جدا. اولا البطولة اللي ما اتعرض عليا اول ما توليت مع المهمه مع المسؤولين اللي قعدت معاهم، انهم قالوا في بطوله بس احنا هنعتذر عنها على اساس ان الظروف التجمع الجهاز جديد ومنتخب والبطوله قويه، ف
فانا بالعكس قلت لهم ان دي حاجه مهمه جدا وحاجه جميله جدا ان احنا نشترك فيها لاهميتها الكبيره جدا في التعاون بيني وبين الجهاز واللاعبين في اول تجمع لينا منتخب، زائد ان ده الاستعداد الوحيد لشهر 6 اللي هو اهم مباراتين في لتصفيات كاس العالم مع بوركينا فاسو ومع غينيا. فبالتالي ده كان الحل الوحيد والاهم بالنسبه لي، بغض النظر عن حاجات كتير ممكن حسابات تانيه اي جهاز تاني لو هو متواجد هيفكر في البطوله قويه. في ثلاث منتخبات غير مصر، منتخبات مختلفه الريتم والاداء والشغل الفني بتاعهم زي منتخب كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. اعتقد الاستفاده كبيره جدا. الاهم بالنسبه لي الانسجام اللي حصل واللي المفروض يحصل ان شاء الله بيني وبين منتخب لعيبه منتخب مصر في التجمع مع بعض، اللعيبه المحترفين داخل وفي الخارج. الوحدات التمرين رغم ان هي وقت قليل وعدد قليل، لكن كان لابد ان البطوله دي الاستفاده منها ان الشغل الفني اللي احنا نتكلم فيه واللي احنا او الفكر اللي انا هلعب بيه واشتغل بيه مع اللاعبين، التعرف بشكل قوي مع اللعيبه من الناحيه الفنيه والمعنويه. الحاجه المهمه جدا اللي انا بقولها ومش قلقان منها، لكن ان شاء الله الحصول على اهم اجابات كتير في البطوله زي ما انا قلت، الانسجام الاقرب للمجموعه كلها مستواها واحد، اللعيبه اللي معايا بس الاقرب للفكر بتاعي، الناس اللي هتحفظ شغلي، زائد النتائج المعنويه اللي هي هستفاد بيها ان شاء الله، اللي بس عليها يعني عايز ان انا استفاد من الناحيه الفنيه ومن الناحيه المعنويه والانسجام، زائد نتائج ايجابيه تطمن الجمهور وتطمن طبعا حضراتكم النقاد ان في اداء بيحصل، في تغيير في الشكل بعد الفترات اللي فاتت لمنتخب مصر، في حاجه بتتعمل في الملعب الناس تحس بيها، شكل معين في الملعب، الناحيه الخططيه، زائد النتائج. انا دايما زي ما انتم عارفين النتائج بالنسبه لي حتى لو تمرين النتائج مهمه جدا جدا معنويا للفتره اللي جايه، وايا كان يعني ان شاء الله الاستفاده الفنيه انا عارف انها هتبقى موجوده بايجابياتها وسلبياتها. المنتخب الأولمبي فاز 1-0 على نظيره الإماراتي في البطولة الودية المقابل المقامة حاليا في الإمارات. هدف سجله بلال مظهر لاعب المنتخب الأولمبي في التوقيت طبعا اللي تم الإعلان فيه عن النهاردة المجموعة اللي هياخدها المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، المجموعة الثالثة اللي بتضم طبعا منتخب أسبانيا، المنتخب الماتادور الأسباني ووصيف كأس آسيا وجمهورية الدومينيكان. المجموعة اللي هتضم أو اللي هيقود فيها المنتخب الوطني الأولمبي مبارياته في أولمبياد باريس. المجموعة الأولى ضمت فرنسا وأمريكا ونيوزيلندا وغينيا أو رابع كأس آسيا. المجموعة الثانية ضمت الأرجنتين والمغرب وثالث كأس آسيا والمنتخب الأوكراني. المجموعة الرابعة هتضم بطل كاس آسيا، طبعا المجموعة الثالثة اللي فيها وصيف كاس آسيا وأسبانيا ومصر وجمهورية دومينيكان
اللي طبعا مصنف ضمن التصنيف الرابع. المجموعة الرابعة بتضم بطل كاس آسيا باراغواي، مالي، ومنتخب آخر لن أذكره في موجود هيشارك في البطولة، بطولة أولمبياد 2024. ده بالنسبة لقرعة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد. طبعا من أول رمضان جالنا حالة من الهلع، وكل يوم كل المصريين بيدعوا للنجم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، طبعا سقط مغشيا عليه في مباراة الاتحاد السكندري في الدقيقة الأخيرة في مباراة في الدوري الممتاز، لكن طبعا حالته تحسنت نسبيا وبنحاول نتابع حالته يوم بيوم خلال طبعا تواجد الفريق الطبي بالكامل في المستشفى اللي بيرقد فيها النجم الكبير. امبارح طبعا طلع بيان ان بدا اتشال من عليه اجهزه التنفس الصناعي. ربنا يا رب يعني ان شاء الله باذن الله يشفيه ويعافيه ويرجع مره تانية يكون موجود معانا. معايا الطبيب المعالج والدكتور اللي كان يعني ليه دور كبير جدا، او ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب ان هو ينعش قلب احمد رفعت، وكان عنده اصرار غير طبيعي بحوالي 30 او 35 صدمة كهربائية للقلب، قدر ان هو ينعش او ربنا سبحانه وتعالى جعله ان هو يعيد مرة تانية أحمد رفعت للحياة ونبضات القلب تعود مرة تانية. الدكتور عمرو عثمان طبيب أو الطبيب المعالج للكابتن أحمد رفعت. دكتور عمرو برحب بيك. كابتن إسلام مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني مبدئيا يعني بشكرك وكل مصري بيشكرك على يعني إصرارك وعملك واجتهادك وحرصك في عملك. بكلمك مع واحد مريض، مش مع نجم أو مش مع لاعب كرة، بكلمك مع واحد مريض، وده بيؤدي إلى أن حضرتك بتتعامل كده مع كل المرضى، وده أنا متأكد منه. يعني ان شاء الله يكون ده اللي حصل، بس هو الموقف نفسه كان صعب. يعني العادي ان احنا لما بنمر علينا اي مريض في اي مجال ممكن جدا اي حد يتراجع عن قرار او يقول للعيان مثلا دكتور تاني يتابع حضرتك، او العيان نفسه يختار دكتور تاني. الموقف هنا كان مختلف، احنا بنتكلم في موقف صعب جدا، توقف عضلة قلب حد بعد الشرع ربنا يحميه، يعني في وضع يكاد يكون احتضار يعني. فاحنا ما عندناش اي طريق تاني غير ان احنا نعلن نجاح الانعاش، نعلن اعلان بعد الشرع كابتن احمد وعلى كل الناس، اعلان هيبقى مش ظريف. يعني نهايه موضوع انعاش القلب هو ملوش غير حاجه من الاثنين، مفيش اي اختيار لا قدام الدكتور ولا قدام المريض في وضع زي ده، فلازم نكمل فيه للنهايه وبالاصرار طالما في مؤشرات لسه موجوده لحيويه عضله القلب، ومؤشرات لسه موجوده لبؤر كهربيه يمكن علاجها بالصدمات. الكلام ده لو كان توقف دائم مثلا بدون اي بؤر كهربيه لمده توصل ل 45 دقيقه، هنا كل الكتب بتقول لازم نقف ونعلن انتهاء الانعاش بوضع ماساوي. لكن طول ما في بؤر كهربيه لازم نكمل، ولو كان الكابتن احمد كمل لاكثر من كده واي حد تاني بيحصل فيه الوضع ده بتفاوت ما بين سكوت تام للقلب وما بين بؤر كهربيه نشطه، اي دكتور موجود معاه لازم يكمل، ما ينفعش ابدا 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 يوقف. فحضرتك فعلا هو فعلا توقف القلب ساعه ونص فعلا؟ خلينا نتفق ان 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 يعني التوقف ده شكلين، يا اما القلب يتوقف تماما عن النبضات، ده نوع من انواع توقف عضله القلب، او ان القلب يدق بشكل سريع جدا 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 اكتر من اللازم، ما يبقاش عنده الوقت الكافي للانقباض والانبساط، هو بيفقد وظيفته خلاص، بقى في شكل من الارتجاف، بقى ان هو مش بينقبض وينبسط، ده بيرتجف.
فهنا دي ده معناه انه برضه فقط وظيفته ان هو يطلع دم للاوعيه الدمويه والشرايين عشان يتوزع على الخلايا. اذا الاثنين دول بيدونا المحصله النهائيه وهي التوقف. ولكن كون ان احنا بنعمل انعاش هو ده البديل عن ان القلب يبقى شغال. سواء كان بالصدمات الكهربيه عشان نوقف الارتجافات وتسارع ضربات القلب، او سواء كان بحاجه اسمها الكارديك مساج او سيست كومبريشن، ان احنا بنضغط على صدر المريض فبنعمل وكان القلب بينقبض وينبسط. يعني ضغطنا على 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 صدر المريض ده ليه مواصفات معينه، بعمق معين، بسرعه معينه بنضغط بيها، بوقف معين للناس اللي بتشتغل اللي بتعمل الانعاش بالشكل ده، علشان توصل ان كان بالظبط القلب شغال. اذا هو القلب حقيقي بيبقى متوقف، ولكن الدوره الدمويه بتبقى نسبيا لو الانعاش ده ناجح شغال. لان برضه مش من المنطقي ان ساعه ونص من توقف عضله القلب تخلي اي حاجه في خلايا جسم الانسان ده ترجع لطبيعتها او لحتى 50% من نشاطها. فما بالنا احنا ان الكابتن احمد الى حد ما زي ما الدكتور عماد حضراتكم تابعتوه من شويه بيتكلم ويقول ان هو لا بكره نطمن ان شاء الله على درجه وعي بشكل كويس جدا لما المخدرات تتشال والدنيا تبقى كويسه. فلا توقف عضله قلب هو ده حاصل نتيجه ساعات كانت بعض اللحظات كان بيبقى توقف تام، وبعض اللحظات الثانيه كان بيبقى ارتجاف للبطين الايسر والقلب كله، وبعض اللحظات الثانيه كان بيبقى تسارع شديد جدا بطيني برضه من القلب. كل دول محصلتهم النهائيه ان القلب ده مش قادر يطلع دم ومش قادر يخلق ضغط في دوره دمويه ولا يطلع دم. حضرتك يعني حوالي 35 صدمه صدمه كهربائيه حضرتك عملتها او محاوله، يعني ما اعرفش بقى التوصيف الطبي. ده حقيقي الصدمات. يعني احنا كان عدينا فعلا الرقم 25 ودخلنا في ارقام لحد 30، وما اعرفش بقى اللي اتعمل في الاسعاف طبعا، فكان الوضع صعب جدا جدا. واحنا المفروض ان احنا بعد كل صدمه كهربائيه كمان بنقعد نعمل تدليك لعضله القلب زي اللي هو الكومبريشن العادي اللي هو ضغط بايدينا على صدر المريض علشان القلب يرجع كمان يشتغل بعد الصدمه. يعني في كل الاحوال كان لازم نشتغل بالطريقتين علشان ودي تعليمات طبعا مجلس الانعاش المصري ان احنا لازم نشتغل بالشكل ده، وده بروتوكول موجود وكلنا بنشتغل بيه. يعني استغرقت قد ايه حاله او ال 35 محاوله او الصدمه الكهربائيه يا دكتور عمر؟ احنا بنتكلم تقريبا في وقت يقرب من ساعتين الى 10 دقائق تقريبا. ساعتين الى 10 دقائق. خلال الوقت ده حضرتك ما يعني ما جالكش او ما تسللش اليك الياس ان خلاص بقى يعني انا عملت كل ما بوسعي، ولا كان في عند حضرتك اصرار وانت كان ده برضو يعني حضرتك اللي بتعمله بس، ولا كان في حد مع حضرتك تاني؟ دكتور عمرو. طيب نحاول دكتور عمرو معانا اهو. حضرتك معايا يا فندم؟ بقول حضرتك الانعاش القلبي الرئوي ده عباره عن تيم اسمه كود بلو تيم. ده مكون من ستاف تمريض ومن دكتورين او اكتر، ولازم يكون فيهم حد مسؤول عن مجرى التنفس، وحد مسؤول عن جهاز الصدمات، وحد مسؤول عن عمليه الكاردياك مساج اللي هو الضغط بايدينا على صدر المريض، وحد مسؤول عن الادويه اللي بتعطى في طوال فتره الانعاش. اذا هو تيم، هو مش شخص واحد. ولكن التيم ده لازم يكون ليه ليدر، يعني لازم يكون ليه شخص واحد يدي التعليمات عشان الاوردر اللي يطلع ما يبقاش يعني طالع لكذا حد، فنبقى حضرتك معتمد على حد هينفذ الاوردر وفي الاخر الاوردر كله ما بيتنفذش. فلازم يكون في تناسق ما بين اللي موجودين. طيب دكتور عمرو، يعني هو ده ادى لايه بقى؟ يعني هو بسبب ايه؟ لان طبعا تضارب كبير جدا في التفاسير الخاصه بالحاله اللي ادت ان احمد رفعت يحصل له كده خلال الفتره الاخيره. بص والله حضرتك خلينا نتفق ان الوضع العام ان احنا حتى هذه اللحظه تشخيص السبب الحقيقي يكاد يكون لسه لحد دلوقتي مش معلوم، ولكن احنا بنشوف ايه الحاجات اللي تعمل تريجر، ايه البريديسبوزنج فاكتورز، ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للشخص لانه يحصل له اضطراب في ضربات القلب عنيف بالشكل ده. حضرتك معايا يا فندم؟ انا معاك. هنا احنا بنشخص ده. طب ليه احنا مش عارفين نوصل لتشخيص حقيقي وصريح للموضوع؟ لانها تكاد تكون اول مره تحصل للكابتن احمد،
فما عندناش تاريخ مرضي واضح وسابق لحاجه زي كده. التحاليل كلها بيحصل فيها اضطراب، لان انا الكلى بيحصل فيها اضطراب، معدلات غازات الدم بيحصل فيها اضطراب، حتى كفاءه عضله القلب بيحصل فيها اضطراب، الدوره الدمويه نفسها بيحصل فيها اضطراب. اذا انا هنا الاسباب كلها تبعثرت، ما بقاش قدامي سبب وحيد او واضح لحاجه زي كده. ولما بلاقي كل الاسباب دي بعرف ان دي مضاعفات لطول فتره الانعاش. لكن ان انا اقرر هل مثلا حصل اختناق، الاختناق ادى لده، انا ما اقدرش اخد قرار ده حتى لو كان غازات الدم قدامي في شيء من السوق، يعني ما اقدرش اقول ان ده اللي ادى لده، ده ممكن يكون نتيجه طول فتره او لحد ما اتحط الانبوبه الحنجريه عشان يحمي جهاز التنفس بتاعه حصل ده. طب هل اضطراب الاملاح في الدم؟ انا برضه ما اقدرش اخد قرار بده، لان الاملاح وارد جدا تضطرب مع طول فتره الانعاش. طيب. اذا السبب الحقيقي والواضح لحاجه زي كده ما اقدرش اقوله، ولكن نقدر نقول الاسباب المؤديه لده هنخلي بالها منها لحد ما يتم فحص الكابتن احمد ان شاء الله بالسلامه، لان احنا دلوقتي في مرحله ايمرجنسي، وهنا بيكون الهدف الاساسي هو ان احنا نعالج الموقف الحالي، وبعدين بقى بنحط خطه علاجيه عشان نشخص ده عشان ما يتكررش. هنا الخطه العلاجيه يبقى دورها. طيب دكتور عمرو، يعني حالته دلوقتي تحسنت نسبيا وتم طبعا شيل الاجهزه، اجهزه التنفس، وهل في اجهزه اخرى هو بيخضع ليها؟ يعني الحاله طبعا احنا متفقين ان وضع الكلى لسه محتاج الى شويه تدخل من اجهزه، وده زي ما، لان الوضع الحالي طبعا ان انا بالنسبه لي كوضع قلب الحمد لله الوضع استقر تماما، فالوضع دلوقتي في ايد اطباء المجتهدين بصراحه. يعني القلب استقر تماما دلوقتي؟ استقر تماما كوضع حالي، لكن لسه لازم يتم بحثه بشكل مبحثي معين عشان نشوف لو هو كان سبب الموضوع ده ولا لا. وهنا احنا مش بنتكلم في انرجنسي، بنتكلم ان هو ان شاء الله يستعيد الدرجه العامه الكامله بالنسبه لنشاطه ووعيه واستقرار جسمه، ويتم هنا بقى البحث في هل القلب ده كان ليه دور في الموضوع وكان هو البؤره الاساسيه لتسارع ضربات القلب، ولا في حاجه تانية هي اللي عملت ده في القلب، زي اضطراب املاح، زي جفاف شديد، زي اجهاد عام. نشوف بقى الاسباب فعلا المؤديه لده. دكتور عمرو، يعني خلال توقف القلب يعني اتقال برضو ان الاكسجين لم يصل الى المخ، فهل ده فعلا، وهل ده ممكن يكون ليه عواقب بعد كده او على حالته الصحيه بشكل عام؟ احنا المفروض ان من ضمن حالات الانعاش فريق، يعني دكتور مسؤول عن المجرى التنفسي اللي هو بيبقى مسؤول ان هو يحط انبوبه حنجريه عشان يدخل الاكسجين، ولكن ما فائده الاكسجين في حال دوره دمويه واقفه؟ يعني انا هدي اكسجين للرئه، طب الدم اللي هياخد الاكسجين من الرئه عشان يوديه المخ ويوديه الكلى ويوديه القلب ويوديه الرئه، الدم ده هيتحرك ازاي طالما الدوره الدمويه واقفه؟ فطول ما احنا شغالين انعاش في اكسجين داخل طبعا عن طريق الانبوبه الحنجريه، ودي بتدخل لحد القصبه الهوائيه جوه، يعني ما فيش اي فرصه ان الهواء مثلا اللي داخل يطلع تاني من فمه مثلا او يطلع تاني من انف. لا، ده الهواء احنا ضامنين هو داخل بالكامل لجوه، بيدخل بمعدلات تنفسه الطبيعيه بالنسبه لاي حد صاحي، بحيث ان احنا كانه بالظبط هو بيتنفس، وعلى الاساس ده الاكسجين بيدخل. هنا بقى يجي دور الانعاش، ان احنا كمان بنحل محل القلب بالانعاش ده، عشان الاكسجين اللي داخل ده بيبقى بنسبه 100% يبتدي يتوزع على الخلايا لحين ما ربنا ياذن وننهي الانعاش ان شاء الله بالسلامه وننجح في المهمه اللي ربنا كلفنا بيها باذن الله. دكتور عمرو، بس يعني بنسبه قد ايه او المده اللي ممكن باذن الله ان شاء الله يعني ممكن احمد يتجاوز فيها الازمه بقى الحاليه؟ يعني هل خلال 72 ساعه اللي جايه، هل المده ممكن تزيد ولا ايه؟ بص حضرتك، بخصوص ايه؟ هل بخصوص درجه الوعي ولا بخصوص لا انا بتكلم على درجه الادراك رقم واحد، وفي نفس الوقت ما اعرفش بقى الرئه والكلى ومدى تاثرهم، وهيحتاج وقت قد ايه برضه؟ الكلى هتحتاج وقت اطول شويه لانها عضو حساس شويه، هتحتاج وقت اطول. درجه الادراك والرئه طبعا هرجع تاني واقول لحضرتك ان اطباء العنايه هم المتابعين اكثر مني للحاله، وهم دكتور عماد اشار دلوقتي ان هو هياخد للرئه درجه الوعي ان شاء الله بكره، هيطمن الناس كلها عليها، وهو طبعا اكثر خبره مني هو ودكتور احمد منشاوي
الزملكاوي هم يعرفوا ازاي يعملوا اختبارات خاصه بالوعي ويشوفوا حاجات خاصه بالذاكره بالتوازن بالادراك بالحاجات دي كلها ويطمنونا ان شاء الله على الوضع ده. الرئه طبعا احنا بس بنبقى قلقانين من ان احنا شلنا الانبوبه فعلا زي ما دكتور عماد وضح، ولكن بيبقى في قلق من ان هو يبقى مجهد، ما يعرفش ياخد انفاس كويسه تدخل الاكسجين بشكل كافي، يجهد من التنفس الطبيعي على الرغم ان هو موجود على ضغط معين للهواء زي ما اشار دكتور عماد، الا ان في الاخر النتيجه النهائيه احنا بنتمنى ان الفتره اللي جايه دي اللي هم ال 48 ساعه اللي قال عليهم الدكتور عماد يعدوا على خير، عشان يبقى في الاخر احنا خلاص اطمنا ان هو بياخد انفاس بالرئه بتاعته، عضلات التنفس بتاعته شغاله كويس، الرئه بتتمدد بشكل كويس، الاكسجين اللي داخل بيدخل جوه الدم بكميه كافيه ان هي تتوزع على خلاياه بشكل كافي، كل ده طبعا تحت الملاحظه الدقيقه من الاطباء العنايه اللي موجودين هناك، علشان ان شاء الله يوصل نتائج ممتازه ان شاء الله ترضي الجميع ويتهاون كابتن احمد السلامه ان شاء الله. الدكتور عمرو عثمان طبعا الطبيب المعالج الكابتن احمد رفعت، واحد من الفريق الطبي، وهو طبعا له دور رئيسي في إعادة مرة تانية الحياة بعد طبعا إذن ربنا سبحانه وتعالى. عمرو عثمان هو اللي عمل 35 صدمة كهربائية وأعاد طبعا القلب، قلب أحمد رفعت إلى الحياة مرة أخرى بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بشكركم، الحلقة للأسف خلصت بسرعة، بشكر كل فريق العمل، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة، تصبحوا على خير.